السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معكم مام تامر. فيديو النهاردة ان شاء الله هنشرح طريقة سهلة جدا لعمل كور البومبوم اللي حضراتكم شايفينها دي. طبعا استخداماتها كتير، بنعمل بيها حاجات كتير، سواء ممكن تعملي بيها مشاية سجادة، او تعملي بيها العاب، او في الستاير بتعملي بيها حاجات كتير جدا. هنعملها النهاردة بطريقة سهلة جدا. ايه، تابعوا معايا الفيديو حبايبي. لو اول مره تشوفيني انزل اعملي اشتراك للقناه وفعلي زر الجرس ولايك للفيديو لو عجبك، ويلا نبدا. بسم الله. معانا يا بنات زي ما حضراتكم شايفين، انا جبت كرتونه قصيت الطول بتاعها 12 سنتي والعرض 8، تمام، وخليت الكرتونه دي مجوز، تمام، ولفت عليها بلاستر عشان خاطر تكون شديده معايا شويه، تمام. وهبدأ اجيب الخيط اللي انا هستعمله والف عليه بطريقة عشوائية بالشكل ده. هلف كمية خيط مناسبة كده اهو، تمام يا بنات. اهو لفيت انا كمية خيط بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، تمام. هبدأ بقى ايه، اقص الخيط، تمام يا بنات، وهقص خيط تاني كده اهو، هنطوله شوية. وهاجي في نص الخيوط هسحب تحت الخيط بالشكل ده بالإبرة الخيط اللي انا قصيته، تمام، وهبدأ ايه اعمل عقدة في الوسط كده، تمام. هخلي جنب من الخيط طويل وجنب قصير بالشكل ده، تمام. وهبدأ ايه اعمل عقدتين كده فوق بعض، تمام يا بنات. وهخلي الخيط الطويل معايا، هتشوفوا هنعمل بيه ايه، تمام. ايه طبعا كور بومبوم ليهم طرق كتير، فانا حبيت اجيب لكم ابسط طريقة ليها، وان شاء الله هنعمل فيديوهات تاني بطرق تاني، تمام يا بنات. هبدأ اجيب خيط تاني قصير كده اهو، وهسحبه بالابره بالشكل ده، وهاجي في طرف الخيوط من فوق كده الم الخيط، هعمل عقده بس عقده خفيفه كده، بس انا الغرض منها ان انا الم الخيوط علشان خاطر لما اجي اسحبها من الكرتونه تكون ملمومه واعرف ان انا اقصها بسهوله، تمام. وهاجي في الطرف التاني في الجنب التاني بالشكل ده ايه، برضو هعمل ايه، هلم الخيوط كده معايا بعقدة خفيفة، تمام، زي ما قلنا عشان خاطر اعرف ايه المهم ايه بالمقص، تمام. الخطوة الجاية بقى هنعمل ايه، هنسحب الخيوط من الكرتونة بالشكل ده، تمام يا بنات. اهو هبدأ بقى ايه اجيب طرف الخيط الطويل اللي انا سبته في الاول، تمام، هجيب الطرف القصير امسكه كده اهو بايديا، والطرف الطويل هبدأ ايه الف باقي الخيوط كده اهو على بعضها بالشكل ده، تمام. حشيت الخيط جامد كده اهو، وهلف لفات بباقي الخيط الطويل اللي انا سبته في الاول، تمام. وهبدأ ايه اعمل عقدة اثبت بيها اللفات، تمام. اهو يا بنات عقدتين تلاتة كده فوق بعض، اتأكد ايه ان انا مثبتة الخيط كويس، اهو اديته حقه وزيادة، تمام. هنبدأ الخطوة الجاية ايه بقى، هنبدأ نقص الخيوط. انا زي ما قلنا اهو عملنا العقدة دي عشان خاطر اعرف المهم بالمقص بالشكل ده، تمام. وهبدأ اقص الطرفين الخيوط بالطريقة دي اهو، تمام يا بنات، اهو بس كده. وهبدأ بقى ايه اساوي بالمقص بالشكل ده الطرفين، هشيل كده الخيوط الطويلة
اهو تمام، وهبدأ اعكس الخيوط بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. تمام، هظبط الخيوط بالطريقة دي. تمام يا بنات، وهنا بقى ايه، هعمل دوران كده بالمقص اظبط بيه الكورة بتاعتي كده علشان خاطر ايه الخيوط كلها تكون طول بعض ويكون شكل اللي الكورة معايا متناسق. تمام يا بنات اهو. وطبعا إيه تتحكمي في حجم الكورة برضو بالقص، لو عايزة تصغريها او لو عايزة تسيبيها على حجمها، ان انتي بتساوي الاطراف بس اهو. تمام، وهبدأ ايه انعكس كده اللي الكورة معايا كده. تمام، وهبدأ اشوف لو في اي خيوط حسها زيادة كده طولها، هبدأ ايه اظبطها بالمقص بالطريقة دي اهو يا بنات. وبكده يكون شكلها ايه، طريقة سهلة جدا اهو، والكورة معايا مظبوطة. وزي ما قلنا اهو، انا عاملة احجام، بتحكم بالاحجام دي بالمقص، او ان لو عايزاها كبيرة هكبر الكرتونة من الاول، لو عايزاها صغيرة زي كده هقص الكورة بالحجم اللي انا عايزاه. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، والطريقة تكون سهلة وتقدروا تنفذوها بكل سهولة. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش بلايك واشتراك القناة وتفعيل زر الجرس. دمتم في حفظ الله.